شاب متزوج وأرادت زوجته أن تتصور صورا فوتوغرافية مع زوجها في ليلة زفافها للذكرى كما هو الحال الآن في أكثر الأماكن، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه حرام شديد التحريم، لأن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس يعذب بها في جهنم. فلا يجوز التصوير لا للزوجين ولا لغيرهم ولا ليلة الزواج ولا غير، إنما يباح التصوير للضرورة إذا دعت إليه الضرورة، كالتصوير للبطاقة ورخصة القيادة وجواز السفر، هذه ضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة، يباح التصوير بقدرها، وما زاد فإنه حرام. فلا يجوز التصوير للذكريات ولا لمناسبة الزواج ولا غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.